لاحمد عادل، خدت انا من على التراك جري كده، كان هو قاعد كان ماتش ايه يا كابتن؟ كان ماتش سويس سبورت، سويس سبورت اللي هنا في مصر؟ النهائي يعني. اوكي ماتش النهائي. فاحمد عادل بيلعب عمال يعرج، يعني ده بيعرج، يعني واحد بيعرج ايه ده، باينه جدا يعني. وبنلعب ناقصين، واحنا كنا على فكره احنا الماتش البطوله دي يا كابتن اسلام احنا لاعبينها 13 لعيب. برافو عليك، 13 14 لعيب. احنا في اوقات كنا بنحط جونين في الاحتياطي. ايوه صح، مفيش لعيبه، فكنا بنحط جونين في الاحتياطي. فانا لفيت لاحمد عادل قلت له يا احمد عادل يا ابني الراجل عايز يغير التغيير الثالث ده، الهدف طبعا ده الهدف بتاع عماد متعب طبعا يعني. فقلت له عادل الراجل عايز يغير، انا عايزك لو اللقطه دي تكمل للاخر هتشوف انا الراجل انا عملت ايه في الراجل ده. لو تكمل للاخر ما بتكملش. فبقول لك ان رحت لاحمد عادل بقول له عادل احنا عايزين نغير التغيير الثالث والراجل خايف. قال لي يا كابتن انا لو انا برجلي واحده هكمل المباراه. وفعلا كمل المباراه وربنا كرمنا وكسبنا في الدقيقه 96. كان خلاص الحكم تقريبا الحكم حط الصفاره في بقه خلاص عشان يصفر، هو يا دوبك كده بعد الكره دي خلاص. وليد سليمان طبعا تقريبا عبد الله اللي عملها له، ووليد رفعها طبعا بيمينه، عماد ما شاء الله حطها يعني كان موفق فيها. فالحمد لله. بقول لك ان تعال نرجع بقى لسؤالك يا كابتن اسلام، ازاي انت بتتعامل مع ثلاث حروف؟